تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بدمياط دعم معارض أهلا رمضان بالسلع الغذائية لتوفيرها للمواطنين بأسعار مخفضة وجودة عالية وكميات كبيرة تلبي احتياجاتهم. وقال ممثل الغرفة التجارية والمشرف على المعرض بدمياط إن التخفيضات تصل من 20 إلى 30%، ويضم المعرض 18 قسما بعد إضافة 3 أقسام تابعة للمجلس القومي للمرأة. بنعرض المنتجات بمستوى عالي جدا من رز ولحوم، ومنتجات غذائيه، حبوب وعلافه وخلافه، بالاضافه الى اضافه جديده النهارده المجلس القومي للمراه لتمكين المراه للتمكين الاقتصادي للمراه تحت رعايه السيد محافظ دمياط، على انهم بيعرضوا منتجات من تطريز، مشغولات يدويه. بشتغل في الشغل الهاند ميد. اتلاقيت ان المحافظه دلوقتي عموما بتفكر ازاي ان هي تبين المهارات والمواهب الموجوده في كل بيت دمياطي، موجوده وموجوده بفعاليه كبيره بس مش باينه، هي حابه ان هي تبينها للمجتمع وتبينها في السوق. تدبني المجلس القومي للمراه بدمياط ان انا اجي اشارك في معرض الخيمه الرمضانيه لمده 3 شهور، وطلبونا علشان الاسعار تكون مناسبه للجميع وان احنا نساعد بعض في ظل الظروف الراهنه، وان الخيمه بتكتسح حاجات كتير، معرض كامل متكامل شامل من كل حاجة.